طيب، المجلس الأعلى للثقافة أعلن بشكل رسمي عن فتح باب الترشح لجائزتي التفوق والتشجيعية، وهم يعني من جوائز الدولة لعام 2024، وكمان تم الإعلان عن مواعيد وشروط الجوائز اللي بتكون محل اهتمام كبير جدا من المبدعين في كل المجالات الفنية والأدبية وأيضا المجالات الاجتماعية. خلينا نعرف كل التفاصيل. معانا على التليفون الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام، صباح الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا، صباح الخير يا أستاذة منى وأستاذ أحمد، كل صباح سنة الخير يا وحضراتكم دكتور. طيبين وكل المشاهدين بخير. كالعادة موسم ثقافي محترم. خلينا بقى في البداية نتكلم عن مدة تقديم الأعمال الجوائز أو تقدم الأعمال الجوائز، كام يوم؟ هل ممكن أن تزيد الفترة دي ولا لأ؟ التفاصيل بقى، الناس تقدر تقدم في مدة قد إيه؟ طيب، هو الحقيقة إحنا كالعادة كل عام فترة التقدم والترشيح لجوائز الدولة نعم. بتبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في آخر ديسمبر، يعني عندنا 3 أشهر للترشيح والتقدم. وانا الحقيقه حريص اقول ليه الترشيح والتقدم، لان احنا عندنا نوعين من انواع الجوائز. بالنسبه للجوائز اللي هي معروضه على البار عند حضراتكم، اللي هي الجوائز التشجيعيه والتفوق، دي بيتم التقدم ليها من قبل الافراد. لكن بالنسبه لجوائز الدوله التقديريه ولجائزه النيل، دي الحقيقه بياتي فيها ترشيحات من قبل الجهات والمؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للثقافة، الجامعات، الجمعيات العلمية، النقابات، المؤسسات الثقافية. فالحقيقة مهم أن احنا نوضح أنه الترشيح قاصر في هذه الجائزة النيل والتقديرية على جهات الترشح. جائزة التفوق إما بيكون فيها ترشيحات من المؤسسات أو ممكن الأفراد يتقدموا ليها. أما بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية فهي مفتوحة للأفراد للتقدم بصفة شخصية. في جميع الأحوال فترة الترشيح والتقدم هي 3 أشهر من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر بإذن الله. نعم. دكتور هشام، عاوزين نعرف من حضرتك، طيب الشروط اللي بيتم وضعها للمشاركين في المسابقة في مختلف فروعها عموما، سواء كانت الجائزة الخاصة بالتفوق أو الجائزة الأخرى الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية. هو بالنسبة لجوائز الدولة التشجيعية، في اللي يمكن أهم شرط هو سن الفئة العمرية، إن هي بحد أقصى 40 عام، وانه يكون في انتاج علمي منشور لعدد من السنوات. وطبعا كل الشروط اللي انا بحكي لحضراتكم عليها دي موجوده، والاول مره يمكن السنه دي احنا الى جانب الاعلان في الصحف اللي هو امر معتاد بالنسبه لكل عام، ايضا تم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا بالنسبه لجائزه الدوله التشجيعيه ولجائزه الدوله للتفوق. بالنسبه كما ذكرت لجائزه النيل وجائزه الدوله التقديريه، هناك خطابات بترسل للجهات المعنيه بالترشيح بتتضمن كل شروط الترشح، وبيتم بعدها استقبال الاعمال لتبدا بقى مرحله ثانيه بعد انتهاء فتره اخر ديسمبر، انه مراجعه اجرائيه لاستيفاء الطلبات للمعايير الموضوعه. نبدأ بعدها في مرحلة ثالثة، هي عمل لجان الفحص والتحكيم. زي ما حضراتكم عارفين دي مرحلة مهمة، لأنه دي اللي بيتم فيها الاختيار من ضمن كل الأعمال اللي تم ترشيحها والتقدم بيها، الاختيار من بينها لإعداد قوائم قصيرة بضعف عدد المتقدمين. يعني لو احنا الجائزة بتمنح لعدد 2، بيتم إعداد قائمة قصيرة ب4 أسماء وهكذا. ليه بنعمل قوائم قصيرة؟ لأنه دي بترفع في النهاية، ودي بتكون المرحلة الأخيرة للمجلس الأعلى للثقافة في الاجتماع السنوي اللي بيعقد عادة في شهر يونيو، ليه بيتم تصويت سري للاختيار من القوائم القصيرة للإعلان عن جوائز الدولة. بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية، الحقيقة بيكون في اعتماد لما قررته لجان الفحص. ده يمكن الاستثناء الوحيد، انه ما بيتمش تصويت بالنسبه لجائزه الدوله التشجيعيه، لان ده بيكون بس بالنسبه لجائزه النيل وجائزه الدوله التقديريه وجائزه الدوله للتفوق. اما جائزه الدوله التشجيعيه، المجلس الاعلى للثقافه بيعتمد ما ورد من لجان الفحص اللي هي عملت على مدى شهور بدءا من اول يناير وحتى تقريبا شهر مايو
لتمهيد اللي عرضها على المجلس الأعلى في اجتماعه السنوي. طيب بيبقى فيه تمثيل من المحافظات المختلفة ولا يعني طبعا ده بيبقى موجود في الناس اللي هي بتتقدم، لكن بالنسبة للترشيح لأن احنا عارفين بيبقى فيه لجان بيتم الترشح ليها، بيبقى فيه تمثيل للمحافظات المختلفة؟ اه طبعا، لان حضرتك انا ما ذكرت المؤسسات الثقافيه والجمعيات اللي ليها والجامعات، احنا بنبعت لكل الجامعات في مصر، لكل الجمعيات العلميه، لكل المؤسسات الثقافيه، فهي بترشح. الامر ليس قاصرا على الترشيح على محافظه بعينها، انما الباب طبعا بيكون مفتوح لكل المترشحين من كل انحاء الجمهوريه. ولا ننسى ايضا ان هناك جائزه للنيل بالمناسبه للمبدعين العرب ايضا. نعم. طيب دكتور هشام، خلينا نعرف سريعا ماذا عن الشباب، لان احنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ما يهتم بالشباب، ويمكن كان في يعني يوم التفوق الجامعي اول امس واهتمام الرئيس بالشباب بشكل عام، فماذا عن تمام. الشباب ونصيبهم من هذه الجائزه؟ جائزه التفوق وجائزه الدوله التشجيعيه بالكامل بما يعني تشتمل عليه من ترشيح لفئات عمريه كما ذكرتك حد اقصى سن 40 سنه. لكن ايضا فرصه بالنسبه لسؤال حضرتك ان نذكر انه ايضا بيفتح في نفس الوقت باب التقديم لجائزه الدوله للمبدع الصغير. جائزه الدوله للمبدع الصغير بتشمل النشأ والشباب حتى سن اللي بتقام 18 تحت سنه. رعايه السيد انتصار السيسي. ده صحيح. الجائزة بتقام تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية، وأيضا نحن حرصنا أن يكون في تنسيق ده بدءا من العام الماضي، أنه يكون باب الترشح لجائزة الدولة للمبدع الصغير في نفس التوقيت التقدم لجوائز الدولة الكبيرة. فبإذن الله أيضا هيفتح باب التقدم من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر. وهناك أيضا يعني إضافة جديدة هذا العام، انه باذن الله احنا هنضم ايضا الابناء المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزاره الهجره والجهات المعنيه، انه هيتم الاعلان عن جائزه الدوله للمبدع الصغير، لانه الحقيقه المستهدف المصري اينما تواجد، سواء كان المبدع هذا المبدع الشاب موجود في مصر في كل محافظاتها او في اي دوله خارج مصر. هذا العام للمره الاولى هيتم استقبال الاعمال خاصه، يعني طالما يحمل الجنسيه المصريه فله حق الترشح لهذه بالضبط الجائزه. كده، وخاصه انه الاعمال بيتم التقدم ليها اونلاين، فما فيش مشكله، الموضوع سهل، وباذن الله يعني نشهد اقبال كما هو معتاد على كل انواع الجوائز. اكيد امبارح كان يوم التفوق للجامعات، ده يدينا فرصه نسال بقى بيتم الاستفاده من رسائل الماجستير والدكتوراه في التقدم للجائزه داخل الدوله؟ هو بالحقيقه بالنسبه لرسائل الماجستير والدكتوراه على وجه التحديد، لانها الهدف الاساسي منها هو الحصول على درجه علميه العلمية او اكاديميه طبعا. احنا بالحقيقه بن 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 بنفحص الاعمال التي تلت الحصول على الجوائز، والحقيقه انه اللي بيتقدم للحصول على درجه عاده بيكون عنده انتاج علمي تالي لحصوله على الدرجه العلميه بيسمح ليه ان هو يتقدم لجائزه الدوله اللي بيتم نشرها. نعم بالظبط كده، بالظبط. نعم. طيب التحديات بقى اللي بتواجهكم يا دكتور، يعني اكيد في تحديات بتواجهكم في جوائز الدوله كل سنه، ازاي بتعملوا عليها وعلى حل هذه التحديات؟ هو إذا كان هناك من تحدي هو إنه بيكون في طبعاً عدد كبير من الترشيحات بتأتي من الجهات المختلفة، إحنا الحقيقة إحنا حريصين على إنه نطبق أقصى درجات الحيدة والعدالة والموضوعية، ويمكن التحدي الأكبر هو في عمل لجان الفحص والتحكيم أنها تختار وتطبق تلك المعايير على الأعمال لكي تخرج، لأنه في النهاية حضرتك تعلم أنه بالنسبة لكل شخص بيتقدم أو بيتم ترشيحه هو بالنسبة له هو الأفضل، أنه أنجز وعمل واجتهد، والحقيقة نحن نعتبر أن كل من ترشح لجائزة الدولة حتى لو لم يفز بها هو فائز، لأنه ده الحقيقة شرف كبير أنه يحظى بوجود اسمه في القائمة القصيرة. هذه جائزة عريقة وقديمة، نحن نتحدث عن أعرق وأكبر جوائز ثقافية على مستوى الوطن العربي. بالمناسبة هذا العام رقم 66 للاحتفال بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية،
والعام 25 بالنسبة لجائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق. نعم. فيمكن هذا هو التحدي الكبير، كيف تختار من كم الأعمال المحترمة المقدمة للجان الفحص أن تختار منها ما يرقى وما تنطبق عليه المعايير وتفاضل لكي تخرج فعلا بقائمة موضوعية بالأفضل. تعرض على المجلس الأعلى للثقافة للاختيار والتصويت عليها. كل الشكر ليك الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا.